بونت النهارده غاليين؟ الحمد لله الحمد لله. الماتش كان صعب الحمد لله، ديربي بقى البترولي. الحمد لله على المكسب، الحمد لله على 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 الفرقه الواحد بيتمرن معاه ومبسوط، الحمد لله على الهدف الغالي يعني ما حدش كان متوقع، بس الحمد لله انا على المكسب وعلى ده الحمد لله. اكرم ابدا رغبه للنادي الاهلي. اكرم النهارده كنت بتكلم معناه برئيس النادي، يعني مش عارف، قال لك العرض الخارجي طبعا نفضل العرض الخارجي احسن، لكن لو رغبه اللاعب يلعب في النادي الاهلي او في مصر يعني هنوافق، بس اهم حاجه المقابل المادي. والله انا ما اقدرش اتكلم في اي حاجه، انا سايبها لتسهيل ربنا. انت عاوز العب في الاهلي؟ الحمد لله. لا اكيد طبعا، يعني اي حد يلعب يتمنى انه يلعب في نادي الاهلي، نادي الاهلي كبير، ويعني ربنا يكرم يا رب. مش عارفين بقى نحترف ولا نلعب في عرض جاي من بره. في عرض دخل النادي، ربنا يسهل كده ان شاء الله وكل حاجه. عاوز تحترف ولا تلعب في الاهلي؟ ان شاء الله لو ما فيش احتراف يبقى الاهلي، لو في احتراف خلاص نسافر ان شاء الله نشوف طريقنا بره باذن الله. باذن الله مبروك ان شاء الله، الله يبارك فيك. الف الف مبروك، 3 بونت النهارده غاليين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا بمثل الاول على الناس اللي في الاستوديو، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والحمد لله 3 بونت. ماتش صعب، ماتش يعني احنا بين يعني الماتش دوت بيبقى فيه نديه قويه شويه، لان هو بتروجيت وامبي، فهو بيبقى فيه صراع في الملعب جامد، ان اي حد فينا يكسب بيبقى لازم ناخد 3 بونت الفتره دي. احنا الحمد لله لازم نخلص الدوري بشكل كويس، والحمد لله اللعيبه ادت بشكل كويس وجبنا هدف وحافظنا عليه الحمد لله. مبروك النادي الاهلي. النادي الاهلي اتكلم مع نادي امبي بشكل رسمي، انا عارف الكواليس يعني ما تقلقش، النادي الاهلي اتكلم بشكل رسمي، ومجلس الاداره كمان ابدى رغبه كمان في بيعك، والكابتن علي عبد العال ابدى مرونه كبيره جدا، وقال عندي كابتن منصف جول كبير، وعماد السيد راجع من اعاره، كل الطرق بتادي للنادي الاهلي. مبروك. طبعا شرف كبير جدا اي لاعب في مصر ان هو النادي الاهلي يكون عايزه احسن نادي في افريقيا، ويا رب يعني الدنيا تمشي بشكل كويس. انا لسه عقدي مكمل مع نادي امبي، ومحترم الناس لغايه اخر لحظه، ومحترم كلم الباب الرئيسي، والناس ما اعترضوش وقالوا المقابل المادي لو كويس احنا موافقين. يا رب الكلام ده من مجلس الاداره رسمي في التسجيل معانا، يعني يا رب يعني النادي اتكلم معاك وانت طبعا وافقت. طبعا اي حد يعني النادي الاهلي يتكلم معاه لازم هو مغمض يوافق، يعني يا رب الدنيا تمشي على خير. انت ما انقعدتش، قلت لهم انا موافق، بس انتوا خلصوني مع امبي. طبعا، لان انا محترم توقيع النادي امبي، ولسه فاضل سنتين، فما ينفعش اوقع لاي نادي تاني وانا تحت قياده نادي امبي يعني. فان شاء الله ربنا يسهل والنادي يكون مرضي، وانا مرضي في كل حاجه. فرحان انت رايح الاهلي؟ طبعا اكيد. طبعا اي لاعب ان هو يتمنى يكون موجود في النادي الاهلي، فالموضوع ده يعني لسه بدري، ولسه ناقص ماتش. ناقص ماتش خلاص. طب قول لي بقى المنافسه ازاي؟ شريف اكرامي حارس كبير، احمد عادل عبد المنعم حارس كبير، مصعد عوض ايضا حارس كبير، مش خايف ولا منافسه في الملعب؟ طبعا اكيد الثلاثه الموجودين، كابتن شريف، كابتن احمد، كابتن مصعد، الثلاثه ماشيين بشكل كويس. واحمد عادل عبد المنعم لو شريف حصل له حاجه قدر الله ما بينزل بيأدي بشكل كويس وشكل كبير، وهتبقى المنافسه صعبه جدا، وده هتبقى افاده لينا احنا الثلاثه يعني، واحنا اربعه ان شاء الله. مش خايف من المنافسه يعني خالص؟ لا طبعا، الملعب موجود. وال توقع كام سنه للاهلي؟ 5 ولا 4؟ انا كام سنه لسه انا لسه الحاجات دي بدري قوي يعني، لسه ما اتكلمتوا يا كابتن. انا عارف يا كابتن، عشان ما تخليش بس اقول تفاصيل. انا عارف انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 26.5 يعني. مش هتمضي 5؟ هتمضي 5 عندي 10 سنين المشكله. لا هم كلموا معاك تمضي قد ايه؟ لسه والله ما خليش اقول انا، والله ابدا، والله عارف كل حاجه خلاص والله لسه يعني لسه. بس انت وفاه الاهلي ومجلس الاداره، انت يعني مجلس اداره الاهلي قدم العرض، انا مستني مجلس الاداره بتاعك. مجلس الاهلي ومجلس اداره الاهلي، مجلس اداره الانبي وافق يا رب الفتره الجايه. اهم حاجه المقابل المادي، والاهلي ما بيختلفش معاه. مبروك الاهلي يا رب. الله يبارك فيك.